الميه دي فيها دبابيس، عايزين نطلع دبابيس من غير ما نلمس الميه، هنعمل ايه؟ حد عنده فكره؟ برافو يا مس آية. طبعا مس آية. طبعا احنا درسنا سنة خمسة وستة، عارفين ان المواد بتختلف بقابليتها للمغناطة، في مواد بتنجذب للمغناطيس وفي مواد لا، فاحنا هنشوف ماجنتيك اتراكشن بالماجنت. يلا يا مولانا. خلاص.